للمزيد من التفاصيل أيضا بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك السادة المشاهدين. دكتور في البداية، خلال السنوات العشر الأخيرة إزاي بتقيم التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي بشكل عام؟ بكل تأكيد هو يمكن التعاون الاقتصادي واخد إطار تطور كبير خلال السنوات الماضية، يمكن بيستحوذ بشكل كبير على مجالات استراتيجية زي الطاقة والصناعات المتعددة. بنتكلم على حجم تبادل تجاري ما بين البلدين يمكن في آخر إحصائيات 23 في حدود الأربعة مليار دولار. نتكلم على دخول فرنسا في أو وجودها كمؤثر قوي في القارة الأفريقية، رغبتها الحقيقية في إيجاد أطر تعاونية مع القارة الأفريقية في الفترة الحالية والمستقبلية، خصوصا في التوقيت الحالي اللي بيشهده العالم والاقتصاد العالمي من حالة من عدم الاستقرار الغير مسبوق. وبالتالي احنا أمام شريكين كبار في المنطقة، من الجانب الأوروبي فرنسا، من الجانب العربي والأفريقي مصر، وبالتالي كل من الطرفين يرى في الآخر حليف استراتيجي وحليف اقتصادي قوي كل في منطقة. ده يخليني أسأل حضرتك عن إيه اللي بتحتاجه مصر من فرنسا في هذا التوقيت، وإيه اللي بتحتاجه فرنسا من مصر في هذا التوقيت؟ بكل تأكيد هو الحقيقة يعني سؤال فوق الممتاز. هو بالفعل احنا بنتكلم على اضطراب مالي ونقدي بيضرب الأسواق المتقدمة. المخرج الأساسي للدول المتقدمة هي صياغة أطر تعاونية مع الدول الأخذة في النمو، عشان كده بترى فرنسا في الدول اللي عندها اقتصاد صلب وقوي يعتمد على مصادر الطاقة المستدامة أن يكون لها حليف، وبالتالي بترى في مصر مركز إقليمي للطاقة، وهنا بنتكلم على تنوع محفظة الطاقة بشكل كامل. الجانب المصري بيرى في الجانب الفرنسي الخبرة الواسعة في مجال التصنيع، الخبرة الواسعة في مجال بعض الصناعات المتقدمة اللي يمكن لها علاقة بصناعة السيارات وعدد من الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي بيرى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي بهدف زيادة مكونات الناتج المحلي المصري المعتمد على التكنولوجيا الأوروبية بشكل كامل. يعني خصوصا احنا بنتكلم على فرنسا، فاحنا بنتكلم على أوروبا كلها، يعني يمكن فرنسا لها باع برضو كبير في عدد من الصناعات اللي احنا لو تعاملنا معها كأننا تعاملنا مع الاتحاد الأوروبي بمجمله. يعني صحيح. طب دكتور، يعني أثناء حديثك ذكرت المسألة المتعلقة بتنوع محفظة الطاقة، هنا حابة أسأل حضرتك عن هذا التنوع في التعاون بين مصر وفرنسا، ترتيب القطاعات إيه؟ خاصة أنه مصر في هذا التوقيت تعتبر يعني هب للطاقة بشكل كبير. بكل تأكيد الصدمة اللي حصلت في معدلات التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا خلال الفترة القصيرة اللي فاتت نتيجة لما حدث ما بين روسيا وأوكرانيا هو دافع بشكل أساسي لتحرك الدول الأوروبية وبالتحديد فرنسا وألمانيا إلى صياغة أطر تعاون خاصة في الطاقة. عشان كده كان الحليف الاستراتيجي الأقرب والأعلى جودة والأعلى خبرة في المنطقه، منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، هو كان الجانب المصري. عشان كده بنلاقي انه محفظه الطاقه المصريه ووجود مصر في المنطقه دي هي بمثابه مركز اقليمي لتبادل الطاقه، سواء كنا بنتكلم على الغاز المسال او مد خطوط انابيب غاز من شرق المتوسط الى جنوب اوروبا ودخولها للاراضي الفرنسيه والالمانيه ومد الاتحاد الأوروبي كله بالطاقة، أو بنتكلم على خطوط كابلات بحرية بتغذي المنطقة كلها وبتربط ما بين مصر وما بين الدول العربية من جهة وما بين مصر والدول الأوروبية من جهة. عشان كده كان من الداعي الأساسي أن أوروبا تتحرك يعني جنوبا وتشوف أنسب وأفضل الشركاء التجاريين والاستراتيجيين في مجال الطاقة. عشان كده كان من الأساس أنه يكون في بدائل ل الغاز الروسي او بدائل متنوعه للطاقه بشكل كامل في القاره الاوروبيه. شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي على هذه المداخله.